مستغانم الذي ينشط في بطولة القسم الوطني الثاني هواة صعوده بصفة رسمية إلى دوري المحترف الثاني إثر فوزه على سريع المحمدية بخماسية كاملة، وهي المقابلة التي عرفت إقبالا كبيرا من أنصار الهواة الذين صنعوا الفرجة فوق المدرجات. أنيس بن حلبة بالتالي. مشتاقين الأولى لطروا اللي فيها ثلاث نقاط هادو اللي جاو بعد مجهود اللي كنا خرجنا من دو ديفات. الحمد لله جا لي فيكتوار بهذا الجمهور اللي راه حاضر اللي دعمنا بزاف بزاف ونشكره، والحمد لله نقول لك 99% فاتت 99% طلعنا قسم وطني ثاني. وما زلت نستغل هذه الفرصه ونتوجه للسلطات انهم يعني يساعدوا هذا الرئيس والرئيس يساعد الفرقه تاعه، وان شاء الله نخدموا في اريحيه ونخدموا في ظروف احسن. نشكر كل المناصرين ونشكر كل لو ستاف تاع ليكيب تاع طرادين مستغانم، ونشكر الانصار، وان شاء الله يا ربي نكونوا بلي نومبرو في لا دي دو ونكونوا زعما كان منسجم.